سبني وبعني ويا ملوعني وليه ما وقفش جنبي. انا تاملت وتقصيت هيك شويه في موضوع الاغاني ولقيت فيه انه في شويه نزوات، حابه اشارككم اياها. لما اسمع انغام بحس حالي في المكان الغلط، بحس حالي دخلت حمام بنات مثلا، لانه في كميه هرمونات مش طبيعيه في الاغاني تاعتها، بتطرطش هرمونات. يعني انت شو مستني من واحده بتحكي لحبيبها، لحبيبها انت حبيبي انت ابويا انت ابني، هي علاقه حرام مبدئيا. في بعض الاغاني يعني الكلمات مش راكبه على اللحن، اللي هو الكلمات في مكان واللحن عامل حاله مش شايف. مين بطل العالم في القصه هاي؟ حكيم. الزلمه دائما مبسوط بكون فاجئ من الضحك في اغانيه، اللي هو شو مكان الكلام، ما شو مكان حزين مش حزين، انا مبسوط. انا يعني في الاغنيه اه يا قلبي، شو كلماتها؟ سبني وبعني ويا ملوعني وليه ما وقفش جنبي، كيف غناها؟